أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سيتم تناولها خلال الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة والأدب، فأهلا وسهلا بكم. أذكر أن عنوان هذه الوحدة هو الليل والنهار، حيث نتحدث فيه عن فن من الفنون الأدبية وهو فن المسرح. دعوني بداية أذكر بالمفهوم الرئيس الذي سنتحدث عنه. المفهوم الرئيس هو التواصل، وقمنا بالتعليق أعزائي الطلاب كيف يتم تطبيق مفهوم التواصل عند مشاهدة مادة مرئية أو عند العمل الجماعي التعاوني أو عند قراءة مادة في كتاب، وهذا ما نقوم به عند مهمات مختلفة. أما المفهوم ذو الصلة هو الموضوع أو ضرورات الجمهور، فكل مسرح له موضوع معين، قد يكون سياسي، قد يكون ديني، قد يكون اجتماعي، قد يكون دراما أو كوميدي إلى غير ذلك مما تطرحه المسرحيات المختلفة. والسياق العالمي هو العولمة والاستدامة، فأذكر أن فن المسرح هو فن عالمي يعرض في كل مدن أو في كل دول العالم، ودائم، يعني هو مستمر لا يتوقف، بل يتطور من مرحلة إلى مرحلة أخرى. عبارة الاستقصاء هي: يتواصل الكاتب مع جمهوره من خلال فن المسرح بطرح موضوعات تتضمن سمات عالمية مشتركة. ذكرنا كيف أن أحمد شوقي تواصل مع الجمهور وهو نحن بطرح مسرحيته، وهي مسرحية شريعة الغاب، من خلال الموضوع الذي تضمنت وهو موضوع الظلم، والظلم هو موضوع لا يقتصر في زمان ومكان معين، بل هو عالمي، قد يحدث في أي مكان قد نراه أو نسمع عنه. سننتقل في هذا الأسبوع إلى مادة المهارات اللغوية، وهي الموجودة في كتاب الطالب المادة الوزارية. إذن الموضوع الأول الذي سنتطرق له في مادة اللغة والأدب هي المضاف إليه. سنقوم بشرح هذه القاعدة: ما المقصود بالمضاف إليه؟ كيف نستخرجه من جمل ونصوص؟ كيف نوظفه في تعبيرنا وفي كتاباتنا، حيث تكون كتابته ونطقه نطقا سليما؟ وهذه هي مهمة استخدام اللغة. إذن دعوني أذكر بجملة: قبض رجال الشرطة على الله. بالقراءة وجد في هذه الصفحة أن المضاف هو رجال والشرطة هو المضاف إليه. كيف أقوم باستخراج ذلك؟ المضاف والمضاف إليه هما اسمان متتابعان. قلت اسمان، إذن هذا شرط. اسمان متتابعان لا يفصل بينهما فاصل. ولاحظ أن الاسم الأول هو نكرة، رجال اسم غير معرف، تبعها اسم معرفة وهي الشرطة، فرجال هي مضاف والشرطة مضاف إليه. لاحظ أن الحركة المحددة لهذه الكلمة وهي المضاف إليه الجر دائما، فحركتها بالكسرة. هذه القاعدة موجودة في كتاب الطالب صفحة 24 و25. سنتناول شرح هذه القاعدة في حصتين صفيتين. أما القاعدة الأخرى التي سنتطرق لها وهي قاعدة كتابية مهمة جدا تهمنا ودائما نركز عليها في كل وحدة من الوحد، وهي علامات الترقيم، وهي تحسب في تقييمات الكتابة من خلال استخدام اللغة. ما علاقة علامات الترقيم؟ هي تنظم لنا الكلام وترتبه بطريقة منطقية ومفهومة. هذه القاعدة الكتابية موجودة أيضا في كتاب الطالب، حيث سنقوم بمراجعة النقطتان الرئيسيتان وعلامة الاستفهام والتعجب، الفاصلة والفاصلة المنقوطة والنقطة، وسنمثل على هذه القواعد
في جمل من إنشائنا ومن خلال العمل الجماعي التعاوني التواصل، وهو إحدى أساليب التعلم المستخدمة في هذه الوحدة. أذكر بضرورة القيام بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لك على المنصة، وأذكر بضرورة الرجوع إلى الواجبات والقيام بها بتسلسل حتى لا تتراكم عليك الأعباء. أشكر استماعكم، أراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.